الو، ايوه يا فندم، مين عايزه؟ دقيقة واحدة، مستر ادم سميث. يا سالم، في ايه تاني؟ ايه انت اتجننت؟ عايزنا نبعت مرتزقة يحاربوا عشان الجنرال المجنون بتاعك ده؟ مستر ديفيد، أرجوك اسمعني للآخر وانت هتعرف اني مش مجنون، بالعكس هتتأكد اني عاقل وعاقل جدا كمان. انت لو جيت شفت اللي بيحصل هنا هتلاقي الامور في منتهى السوء، وهتحس ان حكومة جنرال حديدي على وشك الانهيار فعلا. ولو ده حصل يبقى الاتفاقية اللي انا تعبت فيها الشهور دي كلها عشان اوضبها واجهزها هتنهار، وما اعتقدش ابدا ان من مصلحة الـ AWC ان الاتفاقية دي تضيع عليها. لو تعرف ان احنا بنستخدم مرتزقة عشان ننفذ اتفاقيتنا بالقوة، الـ AWC نفسها هي اللي ممكن تنهار. يا مستر ديفيد، احنا مش هيبقى لنا اي علاقة باي حاجة هتحصل، احنا دورنا كله عبارة عن وسيط بين مكاتب الامن اللي بتشغل المرتزقة دول وبين حكومة جنرال حديدي. يعني احنا ملناش اي علاقة، ولا الـ AWC لها اي علاقة، لا من قريب ولا من بعيد. آدم، مشاكل الجنرال بتاعتك دي هو اللي يحلها، دي مشاكله هو، ما ينفعش يكون احنا طرف فيها. احنا كل يهمنا ان الاتفاقية تتمضي وبس. احنا بنشتغل في الفلوس يا ادم، في الفلوس مش في السياسة. طب وهي الفلوس ايه والاقتصاد ايه مستر ديفيد؟ ما هي الفلوس يعني اقتصاد، والاقتصاد والسياسة معروف ان هما وجهين لعملة واحدة. وبعدين على فكرة انا اتفقت مع جنرال حديدي على اننا نزود نسبة الـ AWC في الاتفاقية، يعني احنا كمان هيطلع لنا عمولة كبيرة قوي مستر ديفيد. ادم، الموضوع ده مرفوض نهائيا وما تكلمنيش فيه تاني خالص. مستر ديفيد ارجوك افهمني، من غير المرتزقة دول الاوضاع هنا هتخرج عن السيطرة تماما والاتفاقية دي مش هتتمضي. ادم، المشاكل بتاعت الجنرال دي مشاكل داخلية، احنا ما نقدرش نتدخل فيها ولا نعمل فيها اي حاجة. كفاية اللي حصل، احنا جذفنا بحاجات كتيرة قوي وتعرضنا لانتقادات من جهات كتيرة قوي بسببه، فلغاية كده وكفاية. نو مور مستر ديفيد، أرجوك اسمعني. نو مور آدم، اسمعني واسمعني كويس. المشاكل اللي حصل عندك دي المفروض انت اللي تتصرف فيها وتحلها بنفسك، مش تورطنا وتورط الـ AWC معاك. جود باي مستر ديفيد. كلم مستر مايكل ديفيد لو سمحت. مستر ادم سميث؟ لا مش موجود يا مستر ادم. يعني ايه مش موجود؟ انا لسه بكلمه من اقل من دقيقه. انا اسف يا مستر ادم، سوري. ايوه سالي، حجزي لي على اول طياره طالعه نيويورك، وكلمي كولونيل رشدي قولي له يقابلني سواء لاقيه في البيت او في المستشفى العسكري، قولي له يقابلني بعد نص ساعه بالظبط في مكتب الجنرال الحديدي في القصر. يلا بسرعه.